لما تقعد تقول المنتخبات العربية في الجولة الأولى الدنيا بالنسبة لها ما كانتش مظبوطة ليه؟ تقعد تسأل نفسك سؤال واحد بس الناحية التانية، هو صامو ليه ضحك علينا ولا ورطنا؟ ما هو حاجة من الاتنين، يا ضحك علينا وقال لنا إن هو مستعد والكاميرون مستعدة لاستقبال البطولة، يا ورطنا إن إحنا ما حدش فينا كان مستعد للبطولة أساسا. حتى المنتخبات اللي بيقال عليها التوب في افريقيا ما حدش فيهم قدم مستوى عالي غير المنتخب النيجيري لانه كان بيلعب منتخب مصر، يعني المنتخب السنغالي ما قدمش مباراه كويسه، المنتخب الجزائري ما قدمش مباراه كويسه، المنتخب المغربي ما قدمش مباراه كويسه. تونس ومصر كده كده عارفين ان احنا مش هنقدم مباريات كويسه، بس القصه كلها قصه ان احنا كنا مستنيين نشوف كوره. طب انت عم ايتو الكاميرون قدمت مباراه كويسه ولا مباراه كويسه ولا نيله؟ امال مين يا ابني اللي قدم ماتش كويس في الجوله الاولى؟ مفيش حد. امال احنا كنا بنعارض ليه في الاتحاد الاوروبي عشان نلعب البطوله؟ اه معلش يعني الملاعب بتاعتك النظيفه والفخمه دي كانت هتتاثر شويه لو ما فتحتهاش دلوقتي، ما هي ملعب مش حلو. وبعدين ايه موضوع ان احنا نلعب ماتشين على ملعب واحد ده اللي هو ماتش المغرب ماتش تونس ومالي حصلت فيه مشكله فهنأجل بقى ماتش موريتانيا وجامبيا ليه؟ هيلعبوا على نفس الملعب بجد والله. اه ما هي كده ايه في فرق في فرقتين بتلعب على ملعب واحد اللي هو ايه يا معلم في ايه؟ اللي هو في ايه يا معلم؟ يعني تنظيمك سيء مستوياتنا سيئه احنا فرحنا لك وقلنا لك عاش والقاره وانت اسد القاره وسمو الايتو والزئير الاسد وفي الاخر لبستنا في الحيط يا عم الاسد. وبعدين ايه حوار الكره المفسيه في ماتش مصر ده؟ وايه حوار الحكم اللي حسب 10 دقايق من الدقيقه 80 ده؟ ايه يا عم التنظيم الجميل والابداع والحلاوه دي؟ ما مش عارفين تعملوا البطوله، كنا اجلناها، كنا خلينا الفيفا رضي عننا واعطانا براح ان احنا نعمل ماتشات وديه. اه والله بجد يعني الفيفا برضو ليه دخل؟ اه طبعا الفيفا ليه دخل، يعني مفترض ان احنا نلعب في اجواء حاره نعمل ماتشات وديه في اوقات حاره صح؟ لا انتم اللعيبه بتاعتكم اللي بتلعب عندنا في اوروبا بقى نديها لكم اسبوع ورجعوها. طب انا الاسبوع ده عامل بيهم ايه؟ تاني هعمل ايه بيهم في الاسبوع ده؟ العب بيهم ماتشات وديه؟ هم عايزين استشفاء اساسا، فان انا العب بيهم ماتشات وديه حرام. ولو لعبت ماتشات وديه الساعه 6 وانا عندي ماتش الساعه 3 العصر معناه ان انا بشتغل نفسي، ولو ما عملتش ماتش ودي فده معناه ان انا هروح اواجه المجهول. المنتخب الجزائري الوحيد فينا اللي عمل ماتش ودي، المغربي ما عرفش يعمل ماتش ودي، بوركينا فاسو كان عندها مشكله، والجزائر كان عايز تعمل ماتشين، ماتش تلعبه الساعه 3 عشان خاطر جمال بن ماضي كان عامل حسابه انه اول ماتش هيروح يلعبه الساعه 3 العصر، كان عايز يلعب الساعه 3 في قطر، بس حصلت مشكله والماتش اتاجل. البروفا دي بصراحه ممكن تكون كانت تفرق معاه، طبعا كانت تفرق معاه، لان قطر اجواء حر، قطر اجواء حر، وممكن يكون مماثل للجو في كاميرون ممكن يكون مماثل جدا. ده قطر دفعت فلوس للفيفا عشان كاس العالم ما يبقاش في الصيف عشان الصيف عندها بعيد عنك لا يحتمل اساسا، فهم دافعين فلوس عشان ياجلوا البطوله. فالحوار بتاع ان احنا بسم الله ما شاء الله اللي شفناه في كاس العرب واللي شفناه في كاس الامم الافريقيه في مصر هنشوفه في الكاميرون، احنا في مصر بنعرف ننظم بطوله، اه ما بناخدش بطولات بس احنا بننظم بطوله، ولاعيبتنا الحمد لله كانوا عاملين اعلانات ساعتها كويسه، كانوا عاملين اعلانات ان هم لو كسبوا البطوله كانوا عاملين اعلانات لو خسروا البطوله، اعلاناتنا احنا الشهيره كانت بطوله يعني للنسيان بالنسبه لنا كمنتخب، بس كتنظيم عملنا بطوله عاليه. انما احنا عايزين نقارن ما بين مصر الوقت ده لان احنا كنا واقفين وقفه كده اللي هو هنعمل بطوله قويه غصب عن عين التخين، بمقارنتنا بالمنتخب بالكاميرون وتنظيم الكاميرون هتلاقي ان في فرق كبير جدا، في فرق كبير جدا جدا. احنا كنا بنتكلم على ان كان في تنظيم وكان في صرف وكان في ناس مستعده ان هي تصرف علشان البطوله تطلع كويسه، عكس الكاميرون اللي فيها مشاكل داخليه والمشاكل الداخليه في افريقيا هتكون موجوده كده كده اساسا. فانت بسم الله ما شاء الله عندك مشاكل كتير، عندك سوء خدمات لان اللعيبه العرب عندنا يعني كدابين شويه. لو انت شفت البوست بتاع المنتخب التونسي اول ما وصل اللي هو يا حشرات يا الهي تعال نصور الصوره دي اللي هو ايه يا جماعه في ايه؟ اول مره تشوفوا حشرات يعني؟ قال لك اجواء افريقيا. لما انت معلش يعني انا مش جايبك هنا المانيا ولا اسبانيا ولا جايبك ايطاليا ولا جايبك تلعب في بطوله اوروبيه، انا جايبك في افريقيا. انت جاي من فرنسا او من المانيا او من اسبانيا او من ايطاليا او من انجلترا عشان تنفخ معايا هنا في الكاميرون، انا مش جايبك تتدلع اهي، انا مش جايبك شهر هنا استجمام وراحه، انا جايبك هنا هتنفخ. ده غير ان انت ممكن تتقلب اساسا ويحصل معاك زي ما حصل مع الصحفيين الجزائريين. وعلى فكره يا جماعه قصه الصحفيين الجزائريين دي برضو عشان ما نزودهاش هي بتحصل في اوروبا، اه أو والله بتحصل في اوروبا. وروح مثلا شوف قصه فيدال لما كان بيلعب مباراه وروح البيت لان هو اتقلب، وفي لعيبه بتحصل معاها الحوارات دي في الدوري الايطالي كتير قوي. فاحنا بنتكلم على الكاميرون نفس الازمات دي بتحصل في ايطاليا ونفس الكلام ده بيحصل في فرنسا، بس احنا بقى هنيجي في الكاميرون ونقفش ليه بقى؟ افريقيا ماما افريقيا نفس المشاكل اللي بتحصل عندنا بتحصل عندهم، بس احنا
بننام ان احنا مصدومين شويه، بنحس ان احنا اتصدمنا. طب هل احنا اتصدمنا من مستوى منتخباتنا؟ هما الوحيدين اللي اتصدموا المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي، انما المنتخب التونسي والمنتخب المصري كنا عارفين ان احنا على الله حكايتنا، احنا مش بتوع اداء ولا بتوع نتائج، لو النتائج جت خير وبركه، لو الاداء جه هيبقى كرم من عند ربنا، احنا ما عندناش مدربين لا كيروش معترفين بيه ولا كمان منزل كبير معترفين بيه، بس احنا هنا في مصر بقى بعد ماتش نيجيريا اتكلمنا على اقاله كارلوس كروش، لا لازم نمشي كروش. الاتحاد المصري اللي انا معلش يا جماعه عنده شرط جزائي ب 45 مليون، 45 45 مليون؟ اه والله عنده شرط جزائي ب 45 مليون، ده مين الحمار اللي حط له الشرط ده؟ قال لك والله يلا اللجنه المؤقته اللي كانت موجوده قبل كده. طب احنا هنعمل ايه يا حاج عامر؟ قال لك مضطرين نستحمل، الخزائنه بتاعه الاتحاد المصري فاضيه. بجد والله؟ يعني انت طالع تقول لي ان كارلوس كروش عنده شرط جزائي عشان كده مش هقدر امشيه، ومش طالع تقول لي ان انا ما ينفعش امشي مدير فني بعد اول ماتش؟ ايه الابداع ده يا عم الحاج؟ ايه الابداع ده؟ ومدير فني التاني عشان يرضي رئيس الاتحاد قرر ان هو مش هنخش الملعب تاني، اللي هو هنأجل هنبعت شكوى ان احنا عايزين نعيد الماتش. لا وطالع بيقول لك ايه؟ اللعيبه دخلوا غرف الاستجمام واللعيبه حطوا رجليهم في التلج واللعيبه عمل، يا نصاب عايز تقنعني ان الكلام ده حصل معاك في الكاميرون؟ هتخش اوضه اللبس هتحط رجلك في التلج؟ ايه الكذب ده؟ ايه الكذب؟ في ايه مستشفى في الكاميرون؟ ما تبطلوا نصب بقى يا جماعه يعني، لكن ما ينفعش، اصل اللعيبه لو كانت طلعت كانت جالهم شلل، وما ينفعش يا جماعه اللعيبه طلعوا في الاستشفى، استشفى ايه؟ بعد 5 دقايق يخش جوه اوضه اللبس استشفى، ده لازم ان هم يروحوا الفندق يعملوا الكلام ده هناك، ده لو موجود اصلا استشفى هناك في الفندق. بطلوا اشتغلونا بقى، انت عايز تطبق رئيس الاتحاد عايزه اللي هو رئيس الاتحاد اللي جايبك، لما قال لك ما تنزلش يا منذر مش هنزل يا سيدي وديع. لا اكثر ولا اقل. المنتخب المغربي يعني كان اسوانا وافضلنا، المنتخب المغربي بدا بمباراه قدام غانا خصم صعب ولعب اداء سيء بس كسب. المغرب الوحيد اللي كسب بالنسبه لنا احنا كعرب. انما تبص على المنتخب التونسي اتغلب، المنتخب الجزائري تعادل، المنتخب المصري اتغلب، فالمنتخب المغربي رغم سوء الاداء ورغم الغيابات الكتير فهو افضلنا، وحسب الله ونعم الوكيل في كسامه لقيته ولا لبستنا وضحكت علينا، كنا معاك في الاول بس دلوقتي عرفنا ان انت ضحكت علينا وخيشتنا ولبستنا في الحيط. اه ده طبعا جانب الكلام المصري اللي احنا لبسنا محمد صلاح ولبسنا اللعيبه كلها، وفي الاخر ما خدناش حاجه غير اصابه اكرم توفيق في المباراه الاولى قدام نيجيريا، وبسم الله ما شاء الله منتخب مصر هيخش الراوند الثاني من غير باك يمين ومن غير باك شمال. ده احنا على الله حكايتنا، ده احنا جايين البطوله دي نقدم ضحك بس. ولما كنت بتكلم في القناه دي ان احنا البطوله دي مش هنتفرج فيها على كوره، في ناس كتير كانت بتزعل وتقول لي اخوي تفائل شويه يا ابني يا حبيبي، بقى الجواب بيبان من عنوانه والله، يعني هو باين من عنوانه ان احنا مش هنروح نتفرج على بطوله كويسه كاداء وككوره، بس كجوانب تنظيميه بصراحه سمو لقيته فاجئنا 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 يعني بصراحه يعني فاجئنا فاجئنا. فننزل دلوقتي اتفرج على الكلاسيكو اللي هطلع بعديه اشلف لتشافي، لان احنا بنسبه كبيره هنلبس، فربنا يستر بقى. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فادعي للمنتخبات العربيه ان ربنا يكرمها وينتهى بالسلامه والدور الثاني، تحاول تتعود وتتاقلم على الاجواء الحاره اللي موجوده في الكاميرون.